خير صوفي؟ برد تحته لحيوان. الكل منبطحا تحت الطاولات. إذا حدا فيكم ترك رأسه فوق على مسؤوليته. بعدنا ثلاثة. واحد. اثنين. يلا رجعوا اطلعوا. كملوا سهرتكم. كملوا شربكم صحتين وهنا. ومن قبل فزع لحيدا. قديش حقها الخبيصة اللي خبصنا لك ياها اليوم؟ على حسابك معلي. ولك لا بلا فصحني وكرم فاضي ولا احكي. والله ما حسبتهم. ولك تقريبا قديش؟ شي 50,000. سيك. هي 100,000. ما في داعي معلم على حسابك. ولكن قبل امسكهم ولا؟ انا كنت ضجران ومزاجي مقلوب، هيك حسيت حالي بنفس وبرتاح. مشروب الشباب على حسابي، مسك ال 100,000. كتر خيرك معلم. حساب الكل واصل. ارجعوا عمرو الطاسة. اذا بدرى اني بعد ما مشيت من هون حدا فيكم مد ايده على جيبته وفكر يحاسب، لألعن ابوه على ابو جده على ابو سته اللي خلفت ابوه بصرمايتي. عم تفهموا؟ ولك عم تفهموا؟ شغل. لا تؤاخذونا، نزعنا لكم السكرة، بس المزاج الله يلعن أبو المزاج على أبو أبوكم. واحد يقول للتاني شغلوا. لا الو، اهي معلم. وينك؟ وين انت؟ على الباب برا. انا على الباب. اهي معلم. صح النوم. صحي بقى. جاهز يا الحمام؟ بدي اتحمم، جسمي عم يحكني صار لي شهر ما تحممت. جاهز معلم. سيك. دبر لي بيجامة كمان. بيجامة؟ والله ما فيها معلم. انا امبارح لما سالتك قلت لي انك انت متعود تنام بثيابك. قبل ما اطمن لك. بس هلا بعد ما اطمنت لك وارتحت لك بدي نام وانا مرتاح والحال. والله ما بعرف يا معلم. طيب ماشي. دبر لي طشط في مي سخنة. هلا بغسل فيه اواعي الداخلية وبنام فيه. امري لله. امرك معلم. السر هون. لما اسحبه بسلم الروح. ليش معلم؟ لأنه أبو نبال ما بينأسر أسر. أبو نبال بيموت موت مثل الطير الحر. جاهز إنها الطشط تروح. هلا. إي هلا لك كان امبارح. حاضر. لو بعرف كنت جبته معي والله. عود ودق له. جابر. تحمل حالك وبتجي على العنوان اللي رح ابعث لك اياه هلا برساله. مسافه الطريق وبكون عندنا ان شاء الله. هاي البنت شو قلت لي كان اسمها؟ رندا. رندا. شو قصتها هاي؟
صاحبتي وبثق فيها وشايفها بيرغمي. شايفها ضعيف شوي، بدك تكون واثق 100%. فيك تقول واثق سيدنا، لانه هدول ما بيتأملون، اللي من حضن لحضن بيركضوا على الحضن الدافي. الدفى كله عنا سيدنا، والبنت اللي لحالي مربيها على ايدي. فينك تقول؟ خليني افكر الموضوع وبدي اشوفها. تحت امرك باي لحظه. بعد ما يروح الشاب تبعك بالجيبة. ماشي. دق لها وخليها تجهز حالها، تعرف هدول البنات بدهم ساعة يجهزوا حالهم. امرك سيدنا. صح سيدنا. على قلبك يا ابن بال. ايه يا رند الأمورة، حكالك الرفيع عن الشغل؟ لا والله، بس قال لي انه الشغلة كتير كبيرة، ممكن يكون فيها قطع رقبة. لك لا يا ابن بال، المرة الجاية ما تخوفني اياها. ولك يا رند الأمورة مو اي حدا تاني، عم نحطها بالجو بس مو اكتر. ايه يا حلو، شو قلتي اللي بيشتغل ابوكي؟ بابا موظف. وين موظف؟ بمقسم هاتف. والوالدة؟ ماما ست بيت. شو بتتوقع يكون الشغل؟ ايه والله والله ما ضل شيء وما خطر على بالي. يعني مثلا؟ يعني كتير شغلات. يعني كتير بعرف، بس مثلا تهريب، تزوير، هيك شغلات. طب ليش ما خطر على بالك شيء قانوني؟ بصراحة لو انه شيء قانوني ونظيف ما كان بده كل هالتمهيد والسرية. بعدين بتعرف مع مين عم تتعامل. عفوا سيدنا، عم بحكي عن حالي، ما عم بحكي عن حدا تاني لا سمح الله. ايه يا رندا، رح قلك بانه كل اللي بذهنك مجرد وهم بوهم، وانا ما رح شغلك شيء مو قانوني ابدا. إلا كان ليش كل هالسريه؟ وليش ابو نباه صور لي المساله وكاني انا بكره رح فوت على السجن؟ لانه ما بيعرف شيء عن الموضوع ابدا. الموضوع كتير بسيط، وبلي بصبيه كتير حلوه مثلك. تفضل. ورح نتفق انا وانت بدون ما يكون عندك اي اعتراض. خلال فتره قصيره، ثلاث زيارات او اكثر شوي، رح تاخذي 5 مليون ليرة. شو رايك؟ بعتقد مبلغ ما بتحلمي فيه بعشر سنوات شغل بعد ما تتخرجي من الجامعه، مو هيك؟ اكيد، ولا حتى بعشرين سنه. شافي قديش انا كريم وحباب ولطيف؟ رح تكوني عرفت غيب. نعم. رح تبلشي من بكره تحكي لاهلك ولزملائك واصدقائك بالجامعه على انه في اشياء عم بتشوفيها من شهور عم بتصير حرفيا. وبدي اياكي هيك تنشري مجموعه قصص وحكايا على انه انت في عندك شكل من اشكال قراءه المستقبل او شيء من هذا النوع. ايه بس. وين الشغل؟ بقصد انه هذا هو الشغل. لا تطلعي في كثير، هي المرحله الاولى بشغلنا، وبتصوري تنفيذها بسيط وسهل كثير، بعديها المنتقل للثانيه. ايه وامتى بننتقل للمرحله الثانيه؟ انا بخبرك، وما في داعي تتعبي حالك بالتفكير والانتظار. ولحتى ترتاحي فيك تعتبري حالك بانه بلشت الشغل، والمهم اللي كلفتك فيها هي الخطوه الاولى بس. سيدنا شو هالقصة هي؟ يعني هذا المؤاخذه انا تحرصت. شو ابو نبال، بدك تتعلم شغله جديده؟ لا
احنا دائما بنتعلم منكم. بس ما حدا بياخذ البكالوريا بيوم يا ابو نبال، ولا انا غلطان؟ لك شو قصتك انت؟ مشان شو كل هالسرية؟ والله ما عم بفهم الابر عود. معلم لازم تغير سيارتك ورقم هاتفك بسرعة. ليش عتقوا؟ معلم هالمرة مو مثل المرات اللي قبلها، اليوم مسكه أم مصعب وخليل عبود. شو عم تحكي؟ مثل ما عم قل لك، في تعليمات عند الأمن يجيبوا كل المطلوبين وبسرعة. شكل هالقصة هابة تماما، يعني مو مثل كل مرة. انسى ناكتة. والله مو ناكتة يا معلم، اليوم حكى معي واحد من شبابنا هنيك وقال لي في كبسة كبيرة رح تصير، وأن أسماء المطلوبين كلها توزعت على الأفرع الأمنية، بدهم يلموا كل واحد عليه حكم أو طالبته المحكمة. واللي خوفني أكثر إنه أسماءنا موجودة بالقائمة. وين الغريب بالموضوع؟ يعني الغريب إنه أسماءنا ما تكون على القائمة، عادي. بس مو عادي معلم، الشغلات اللي عم يسووها، في أوامر لكل الفروع، توقف كل شغلها ويمسكوا المطلوبين بس. كل عمى بعيونهم العمى، شو بدول ما عاد لهم شغلة ولا عملة غيرنا؟ والله يا معلم قلبي مو مطمن، لأني كل الناس اللي تقيلة واللي كانت مو سألاني عن حدا ماسكي قلبها بإيدها. المعنى؟ السيارة والموبايل، لازم ناخد احتياطات كبيرة، يعني ما لازم نتحرك إلا على المضمون. شبك لك عمار؟ حياتي ما شفتك خروق وخايف مثل هالمرة. ماني مرتاح معلم، خاصة بعد ما كمشوا العبود. هي هي كمشت العبود اللي ما لها سهل. لهيك عم قلك هالمرة غير. طب شوف لنا شو دي القصة. اسألي جماعتك هدول من تحت لتحت قديش لازم نرجرش لحتى يمشي الحال. مشان هيك قلت لك ببداية حديثي هالمرة غير كل مرة، ما رح تنحل بالمصاري. لك يقطع عمرك شو حمار، ليش في شيء بهالبلد ما بينحل بالمصاري؟ بهاي بلد التير شرش تير شرش. هلا ايه معلم، في شيء ما عم احسن افهمه. معناها لازم نحكي مع الكبار مشان اعرف شو دي القصة. ايه والله معلم، ما لازم نوقع بالمحظور الله يخليك. لا معلم دخيلك من هون. شباب تفضل. يا عافية قلبك. السيارة مضوجتني وطالعت لي خلقي، ماني مبسوط منها. خير شو بعمل؟ خير يصيبك، نحن قصدناك على المسموعية طبعا. يعني لما هتفوت فيها على قلب البلد عم تطفي فرام ما عم يلحس والدوزان عم يخطف، بدنا نعمل لها فحص شامل. شرب ونفتحها غطا بعد اذنك. لا ما بيمشي الحال. انت بدك تطلع على السيارة وتعمل لك فتلة وتجربها لحتى تعرف عن شو عم بحكي. بصير، بس شوي لخلص الشغل اللي بين يدي. قديش يعني؟ شي 10 دقايق بس مو اكثر. يا 10 دقايق محموله، خلي شي حدا يعملنا كاسه شاي. يا زازوك اعمل كاستين شاي للشباب. روح نظف لي شي كرسي اقعد عليه. عمرك معلم. خليك ورا، ما بدي ولا سياره تفوت بينك وبينه. خير شو القصه؟ اخي انت شو بدك؟ اجرتك بفوق حبه مسد، بس اوعك الضوء. ما بدك، حبيت اسأله مشان اعرف شو بيساوي. انت لا تساوي شيء، خلي عينك 10 على 10، ما بدي يضيع مني. لا يا شريك وجب. السيارات المطلوبة رقم 149594 موجود بساحة 61. علم. مرحبا، مساء
وسهلا. ورق السيارة مع هويتك وانزل من السيارة لو سمحت. شو بس؟ مو شغلتك بعدين بتعرف، اعطيلي ورق وانزل. بساوي شيء انا؟ على السريع، لا تحكي كثير. سلامات معلم، مثل ما توقعت، اخلي فورا. لعبة، ضرب مو ضرب اصحاب بنوب، من اول مغطس كبسوا السيارة، يلا منيح اللي انفدت بالميكانيكي. صاير صار بدها حركة. عندك اطلع اطلع.